السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن إعلان ميليشيا الحوثي رفض التعامل بالعملة الورقية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية. تعيش البلاد على وقع أزمة أصابت القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام، وعطلت المصالح اليومية للمواطنين بعد قيام ميليشيات الحوثي بحملات مكثفة لمنع تداول العملة اليمنية الورقية المطبوعة الجديدة ونصب نقاط تفتيش على مداخل المناطق التي يسيطرون عليها لمصادرتها من المواطنين القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. أدى الإجراء الحوثي إلى بروز أزمة سيولة خانقة في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، وإلى ذلك حذر البنك المركزي في عدن من مغبة الاستجابة لدعوات ما أسماها الجهات غير القانونية الساعية لنهب أموال المواطنين. إذا نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: آثار ونتائج الإعلان الحوثي بمنع التداول بالعملات الورقية الجديدة، وموقف الحكومة الشرعية والأمم المتحدة من نتائج هذا الإعلان الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. في استمرار لمسلسل الأزمات التي تخلقها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة قبل 5 أعوام، تطل أزمة جديدة تهدد بشلل قد يصيب القطاع التجاري والمصرفي. الأزمة التي بدأت بإعلان الميليشيا رفضها قبول العملات الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن وطلبها من المواطنين استبدالها بالعملة القديمة أو النقد الإلكتروني تسببت في خلق أزمة سيولة في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ما حد من قدرة المواطنين والتجار على الإيفاء باحتياجاتهم اليومية. وفي محاولة لتمرير قراراتها الخاصة بالعملة الوطنية، لجأت الميليشيا إلى نصب نقاط تفتيش في مداخل المناطق التي يسيطرون عليها لمصادرة أي أموال قد تأتي من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. البنك المركزي في عدن وفي معرض رده على الإعلان الحوثي حذر من الاستجابة لدعوات الميليشيا الساعية للاستحواذ على أموال المواطنين، داعيا إلى عدم الاستجابة لدعوات ما أسماها جهات غير مخولة قانونا تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا. وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد انهيارا متواصلا لسعر العملة الوطنية مقابل الدولار، يرى مراقبون أن مثل هذه الدعوات قد تفقم من انهياره، الأمر الذي قد يوسع من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظل أزمة إنسانية طاحنة هي الأسوأ في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة. إذا ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة أو مؤسسة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق. يعني ربما الوضع الإنساني في البلد لا يحتمل أي اختلال ولو كان بسيط، يعني هناك ربما أي مشكلة بسيطة تفاقم من الوضع الإنساني في البلاد. يعني كيف تنظر إلى قرار الميليشيا منع التعامل بالعملة الورقية الجديدة، وما تأثير هذا الإجراء على الأزمة الإنسانية في البلاد؟ في حقيقة الأمر قرار جماعة الحوثي هو يأتي في سياق المعركة الدائرة اليوم بينها وبين الحكومة الشرعية على مستويات متعددة، وأهم هذه المستويات هو المستوى الاقتصادي. كان هنالك مجموعة من الجولات التي دارت فيها المعركة الاقتصادية، ابتداء بنقل البنك المركزي إلى عدن، تغيير قيادة البنك المركزي، ضخ وديعة بمقدار 2 مليار من المملكة العربية السعودية إلى غير ذلك. اليوم الحوثيون يدركون أهمية هذا الملف، وخاصة على أعتاب معارك عسكرية قرب الحديدة إلى غير ذلك، وذلك نوع من الخوف ينتاب جماعة الحوثي من المعركة المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد، ولذلك هم الآن يشارعون أو يدركون جيدا ويسارعون إلى العبث بهذا الملف لينهبوا أكبر قدر ممكن من العملات. القرار الحوثي كان واضحا
أنه لم يصدر قرار بإلغاء العملة الجديدة وإنما بسحب العملة، بمعنى أن الحوثيين أعلنوا بكل وضوح نهب الأموال اليمنية المدخرة لدى المواطنين بالدرجة الأساسية، إضافة إلى أنهم يحاولون أن يعملوا على شرعنة السوق السوداء والتي رصدتها كثير من التقارير الأممية وتحدثت عنها بإسهاب وخطورة هذه الأسواق التي أدت إلى إثراء غير مشروع وصعود طبقة جديدة من رأس المال الميليشيوات خاصة القيادات الحوثية، إضافة إلى محاولة تدعيم اقتصاد الحرب، والحوثيون جادون وحازمون في هذا الجانب. ورأينا المؤشرات والأرقام الاقتصادية الخطيرة التي تتحدث عن كمية الضرائب والجمارك التي يجنيها الحوثيون من المواطنين في ظل انقطاع الرواتب وانعدام العمل وضعف الاقتصاد اليمني، ومع ذلك يجمعون ما يقارب 2 تريليون ريال يمني، بمعنى أنهم يسعون جاهدين لضمان استمرار اقتصاد الحرب لوقوفهم في وجه هذه الحرب والتي إلى حد الآن مستمرة 4 سنوات. طبعا هذا بلا شك، نحن نقول أن كل القرارات الاقتصادية اليوم التي تدار خاصة إذا لم تدرس بوطنية عالية وبإنسانية عالية تؤثر على الوضع الاقتصادي الخاص بالمواطنين بالدرجة الأساسية. هنالك انقطاع للرواتب، هنالك نستطيع أن نقول جمود في الأعمال في الحركة الاقتصادية، القطاع التعليمي، القطاع الاقتصادي، القطاع المصرفي. اليوم نلاحظ تماما الفوارق في خدمة الصرف ما بين عدن ما بين تعز. يريدون الحوثيون أن يضعوا الناس أمام والعالم بأكمله أمام واقع يجبرهم على لكنهم في التعامل التوفيق معه. هم يتحدثون بشكل دائم عن وضع إنساني منهار وأيضا وضع صحي أيضا منهار في البلد، ألا يدركون يعني قرار كهذا القرار الذي اتخذوه ومدى تأثير هذا الأمر على الوضع الإنساني بشكل عام في البلد وفي مناطق سيطرتهم على وجه الخصوص؟ لا أخي الكريم، يجب أن نكون واضحين، نحن اليوم عندما نتحدث عن جماعة الحوثي نحن نتحدث عن ميليشيات، بمعنى فكرة الدولة، فكرة الشعب، فكرة الآثار الاقتصادية، هذه غير موجودة في هذه الثقافة. نحن اليوم نتحدث عن ثقافة عصابة، إضافة إلى هنالك تراكم تاريخي كبير سواء من خلال فقهائهم أو مرجعياتهم التاريخية التي أصدرت سابقا فتاوى وألفت الكتب في استباحة أموال فئات معينة ومذاهب معينة ومناطق معينة. الأمر اليوم لا يتعلق، اليوم نحن لا نتحدث عن دول لديها بمعنى الدول قائمة على مشروعية ويوجد دستور وقانون يمكن أن يحكمها ويمكن أن يضبطها ويمكن أن يحيلها إلى المساءلة. اليوم نحن نتحدث عن عصابة مشبعة بثقافة الفيد وبثقافة النهب وبثقافة السلب إلى وتقسيم الغنيمة كما يحدث اليوم، كما هو واضح في أسواقهم السوداء التي هي مقسمة على مشرفيهم وقياداتهم ومجلسهم السياسي إلى غير ذلك، إضافة إلى أنها مشبعة بثقافة دينية وفقهية قائمة على يعني بمعنى إباحة أموال الآخرين وأموالهم ومستحقاتهم، وهذا ثابت تاريخيا يدركها اليمنيون جيدا. ولذلك اليوم هذا يأتي في نفس هذا السياق بغض النظر اليوم عن المسميات، سميت عملة سميت إلى غير ذلك، لكن نحن أمام كارثة حقيقية والحوثيون يدركون هذا الأمر ليؤكدوا بأنهم سيستمرون بمعركة عسكرية طويلة، يريدون أن يوفروا كافة مدخراتها الاقتصادية لاستمرارها، رواتب مقاتليهم، طعامهم، أسلحتهم. هم لم يتركوا أحد، لم يستبيحوا بما فيه الأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، اليونيسف، كله اليوم أصبحت اليمن بالنسبة لهم عبارة عن غنيمة، سواء هذه الغنيمة متعلقة باليمنيين أو بمن يعمل داخل اليمن، كانوا يمنيين أو منظمات أو إقليميين. نعم. هو على ذكر المنظمات هنا سيد توفيق، يعني هذه المنظمات هي دائما ما تتحدث عن
الأزمة الإنسانية في البلاد، ويعني كل تأثيرات الأزمة. يعني هل تدرك هذه المنظمات حتى الآن يعني خطورة هذا القرار المتخذ من قبل الميليشيا بسحب العملة من المواطنين وتأثيراتها على المدى القريب؟ أخي الكريم، لا أحد لا يدرك خطورة هذا الأمر. اليوم اليمنيون بدأوا يواجهون هذا القرار بثقافة التندر والسخرية، بمعنى اليوم تجد بعض المقولات تقول ضع مالك في بنك الحوثي من أجل أن يدرسوا عليه في المسجد. يعني هنالك اليوم إجماع شعبي وإجماع دولي. اليوم المجتمع الدولي، حتى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، هي تدرك الواقع اليمني تماما، تدرك الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني، يدركون كل شيء. لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي هو يحاول أن يمسك العصا من الوسط. رأينا جريفيث اليوم متمسك بستوكهولم ويداري الحوثيون، وكل أسبوع وكأنه وكل أسبوع وهو في صنعاء يقدم مقترحات، يتحدث مع الحوثيين، لا يريد أن يفقد استوكهولم لأنها الإنجاز الوحيد بالنسبة له. لا لا، المنظمات الدولية هي تدرك هذا الواقع، سوداوية هذا الواقع، لكن عند التحاور معهم يقولون بأن هذا هو المتاح الذي يمكن أن نعمل، أو هذا الهامش الذي نستطيع أن نعمل من خلاله. بمعنى نعم. أن هنالك نوع من المجاراة، هنالك نوع إذا صح التعبير من النفاق، من أجل أن يسمح لهم أن يعملوا في هذه المناطق. هنالك حالة يعني حالة على حساب المجتمع اليمني. المنظمات أيضا لا يهمها شيء ما دام هنالك الرواتب، هنالك التمويل، هنالك تأمين عالي للجوانب الأمنية تصل إلى ما يقارب 40%، ولذلك هي تستصنع المستحيل في نعم. هذا الجانب. وحتى لو أصدرت بيانات لكنها غير قادرة على اتخاذ قرارات تجبر جماعة الحوثي على وقف مثل هذا العبث بالحقوق الاقتصادية بالدرجة الأساسية للمواطن. نعم، لكن سيد توفيق، إذا ما تحدثنا هنا عن المبعوث الأممي والأمم المتحدة، هل نتوقع منها شيء فيما يخص هذا القرار الأخير الذي يعني سينعكس بشكل كبير على حال أو على أحوال المواطنين الاقتصادية في جميع المناطق في اليمن؟ أخي الكريم، لدينا اتفاقية موقع عليها كل الأطراف، الذي هي اتفاقية ستوكهولم. هذه الاتفاقية وضعت آليات لإدارة ميناء الحديدة، ووضعت آليات متعلقة بالرواتب الذي هي اليوم تعتبر أولوية أساسية بالنسبة للمواطنين بالدرجة الأساسية. ومع ذلك هذه الاتفاقية اليوم عام كامل مر عليها دون أي تنفيذ ودون تحقيق أي تقدم، باستثناء النقاط العسكرية والمفاوضات على ظهر السفن، ليس إلا. واليوم هذا القرار هو قرار من قبل جماعة الحوثي، قرار يتحدى الشعب ويتحدى العالم. بمعنى اليوم نحن اليوم موجودين، إذا كانت اليوم العالم لم يستطع إنقاذ أرامكو على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، لم يستطع أن يثبت إلى حد الآن بتقرير واضح عن ما يحدث إلى غير ذلك. أنا باعتقادي الأمم المتحدة وجريفيث هم أضعف مما يمكن أن نعول عليهم. اليوم جماعة الحوثي غير عاملة أي اعتبار أو احترام لأي طرف من أطراف المجتمع الدولي باستثناء إيران. ولذلك جريفيث إذا أراد أن يحل أي إشكالية عليه أن يذهب إلى طهران بالدرجة الأساسية ويتفاوض مع الإيرانيين، ثم بعد ذلك يأتي إلى اليمن. نعم. نحن اليوم نقول في حقيقة الأمر يبدو أن كل الأبواب أغلقت، والتعويل على المجتمع الدولي للأسف الشديد أصبح يعني سرابا. اليوم المجتمع اليمني ينظر بنوع من الأمل لمفاوضات قد تجري بين أمريكا والحوثيون والسعوديين والحوثيين للخروج بحل. اليوم حتى أصبحوا لا ينظرون للمستقبل، من الذي سيحكم اليمن؟ نعم. الحوثيون استطاعوا أن يفرضوا واقع أجبر الجميع على أن يتعاطى معه بصورة أو بأخرى في ظل غياب واضح للشرعية
الذي غير قادرة على أن تخرج من عباءة التحالف أو تصنع لها تحالفات أخرى يمكن أن يغير ويخلط الأوراق في المشهد اليمني. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. وأرحب هنا بضيفي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، سينضم إلينا من محافظة مأرب. إذن سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور أخي الكريم لك ولضيوفك. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. يعني نتحدث اليوم عن قرار ميليشيا الحوثي بسحب العملة الجديدة وتأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن وعلى حياة أو على أوضاع المواطنين الاقتصادية. إذن كيف تنظر إلى هذا القرار؟ نعم أخي الكريم، طبعا ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بمحاولة إيجاد شرخ في العملة الوطنية يهدد الكثير من الملايين من المواطنين اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها اليوم. على يعني على سبيل المثال، قرابة 30,000 معلم توقفت أو توقف الكوريني عن صرف مرتباتهم لأن الميليشيات ترفض تسليم مرتباتهم بالعملة الوطنية التي طبعها البنك المركزي منذ 3 إلى 4 سنوات. وبالتالي في اعتقادي أن مثل هذه الإجراءات ستضاعف المزيد من المعاناة على المواطنين، توقع يعني قرابة 30,000 أسرة، هذا في قطاع التعليم. في قطاعات أخرى توقفت الرواتب حتى هذه اللعبة. لا توجد أي حل لهذه المشكلة إذا تستمر هذه الميليشيات برفض التعامل بهذه العملة. هناك يتم بيع وسمسرة للعملة من 1,800 ريال، 500 400 ريال، وهذا الفارق يذهب إلى لصوص هذه الميليشيات. طبعا هناك مواطنون اتصلنا بهم أخي الكريم، عادوا من أمام أفران الخبز بلا خبز، وعاد البعض منهم بلا علاج من الصيدليات، وعاد البعض منهم بعدم وجود الصرف من الأسواق المحلية في محافظة الحديدة لأنهم قدموا من العملات طبعات من العملات الجديدة. وبالتالي هذه طبعا يعني مهزلة للأسف الشديد. تقف حتى الحكومة الشرعية متفرجة، لم تتخذ أي إجراء بشأن هذا التعسف الحوثي للموضوع ما يتعلق بالعملة الوطنية، إضافة إلى التحالف، إلى الأمم المتحدة، إلى كل الجهات المعنية بالقضية اليمنية. تقف متفرجة إزاء قضية تتعلق برغيف الخبز، بحليب الأطفال، بحاجات الناس اليومية في محافظة الحديدة وفي كافة المناطق التي واقعة تحت سيطرة الميليشيات. هذه كارثة اقتصادية وكارثة إنسانية تلحق باليمنيين. طيب سيد عبد الحفيظ، يعني البعض يقول بأنه إذا كان الحوثيون يعني ينظرون بأن هذا القرار جاء من مصلحة الوضع الاقتصادي ومصلحة المواطنين بشكل عام، يعني قد يكون القرار بصيغة إيقاف التداول بالعملة الجديدة وليس سحب العملة. إذن ما هي دوافع الميليشيا بجعل القرار هو سحب العملة فقط وليس إيقاف التعامل بها؟ طبعا الهدف هو طبعا بحسب التقارير وحديثنا حتى مع بعض المتحوثين بأن القيادات وميليشيات الحوثي للأسف تخبي في أرصدتها هذه العملات، بل بعض حتى المشرفين في المديريات والمناطق النائية تقوم بسحب هذه العملات بفارق، طبعا تشتريها بفارق من المواطنين وتخزنها. وبالتالي في اعتقادي بأن مجموعة من اللصوص هم يديرون ليس بعقلية اقتصادية، يحاولون إدارة المناطق التي تحت سيطرتهم تحت شعارات مسميات العدوان وتحت شعارات بلهاء سمجة. حتى المواطن العادي أصبح يقرف منها من هذه المصطلحات التي تسوقها الميليشيات، ومن خلالها تتسول المواطن، ومن خلالها تسترزق المواطن، ومن خلالها تبتز المواطن. يعني هو أيضا حسب ما هو حسب ما يصل من صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا، يقال بأن هناك أيضا يعني عملية سحب للأموال من خلال نقاط تفتيش لمواطنين قادمين من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، يعني يتم سحب العملة الجديدة حتى من المواطن ولو كانت مبالغ محدودة. نعم، حدث ذلك مع الكثير من والعديد من التجار سواء كان في الحديدة أو في محافظات
ذمار وإب، اشتكى الكثير من التجار بأنه تم البطش بهذه الأموال في نقاط التفتيش وبعض البلاغات الكيدية من قبل بعض الجهات المتصارعة والمتقاطعة المصالح في هذه المناطق، وبالتالي تقوم الميليشيات بتنفيذ هذه الحملات وتستولي على هذه الأموال في عملية استرزاق وعملية ابتزاز للجهات التجارية. هناك طبعا حالة غضب واسعة من خلال يعني تعاطينا مع هذا الواقع الميداني، حاجة مؤلمة مؤسفة مخجلة أيضا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. هناك غضب يعني عارم، إذا ما لولا هذه القبضة الأمنية لخرج الملايين مع أطفالهم ونسائهم من الشوارع. نعم، لكن كيف تقيم هنا سيد ما يتعلق بالعملة عبد الحفيظ، كيف تقيم هنا يعني دور المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة حيال هذا القرار؟ للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يصدر أي بيان لا من اللجان الميدانية ولا من اللجان المشتركة ولا من المبعوث الأممي ولا من مجلس الأمن ولا حتى من مكاتب يعني المتعلقه بقضايا النقد. اتوقع حتى المبعوث الاممي لم يشر الى رفض الميليشيات تسليم ايرادات ميناء الحديده الى حكومه الشرعيه، والتي تكفلت بحسب الاتفاق بصرف رواتب كافه الموظفين حتى في مناطق سيطره الميليشيات. للاسف الشديد الامم المتحده تلعب على حبلين وتتعامل مع القضيه اليمنيه بعين عوراء فيما يتعلق بميليشيات الحوثي، وللاسف الشديد هناك ايضا في الجهات الشرعيه وايضا التحالف للاسف الشديد يغض الطرف عن كثير من هذه القضايا التي تتعلق بحياه المواطن العادي. لم نسمع حتى الان اجراءات قانونيه واجراءات قويه من جهه التحالف ولا من جهه الحكومه الشرعيه لانقاذ المواطنين في الواقعين تحت سيطره هذه الميليشيات، ما بالك ان نتحدث عن الامم المتحده التي للاسف الشديد تجاهلت مقتل المئات وتشريد الالاف من ابناء محافظه الحديده وغيرها من المحافظات التي لا تزال تحت سيطره هذه الميليشيات. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظه مأرب. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل الى ختام حلقه الليله، اشكر جميع ضيوفي. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبار، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.